مظاهر الحياة تختفي تدريجيا في الخرطوم على وقع أزمة اقتصادية يعيشها السودان. يشعر راضي أحمد بآثارها الجلية على قوت يومه. وفي تذبذب في الأسعار، الأسعار ذاتها ما ثابتة، يعني إذا لقيت الليلة ربطة الجرجير ب70 باكر حتلقاها ب100، ربطة البصل إذا لقيت الليلة ب150 باكر حتشتريها ب200. السودان يعاني أصلا من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود. يأتي التدهور في العملة الوطنية كالقشة التي قسمت ظهر البعير. رغم الزيادة التي حصلت دي إنه وفر هذا بالليل ما في لأن ده يصف ساعتين الواحد يكون في الصف. ارتفاع مضطرد في معدلات التضخم ترك السودانيين في حالة من الإحباط الشديد، إلا أن بعضهم لا زال يتمسك بالأمل. كل في أمل، يعني إحنا ما بنقول إنه ما في أمل، لازم الواحد يكون يخط أمل لقدام إن الحياة تمشي لقدام كويسة. أنظار السودانيين تتجه إلى الحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية بعد أن وعدت المضي قدما في إصلاح سريع للعملة. نحن طبعا كحكومة يجب أن نكون ملتزمين بتوحيد سعر الصرف، لأنه لا يمكن أنه يكون يعني الوضع نخليه بالشكل ده. إذا الحكومة ما عملت أي حاجة، يعني نحن بدينا السنة الفاتت شهر يناير يعني ب80 جنيه حاجة كده للدولار، للوقت نحن ماشيين في 300. إذا الحكومة ما عملت أي حاجة ما تدخلت، الوضع ده حيصير أسوأ وأسوأ وأسوأ. فعشان كده يعني يجب على الحكومة بالناحية جادة جدا إنها تتصرف في سياسة سعر الصرف. التذبذب في سعر الصرف يقابل بعجز في البنك المركزي في ظل افتقار للنقد الأجنبي، خصوصا بعد أن حجبت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات، لأن قيمة الأموال ستكون أقل بكثير إذا تم تحويلها بسعر الصرف الرسمي. ليكون الخاسر الرئيس من كل هذا هو المواطن الذي يعاني أزمات كارثية من فقر وبطالة وفيضانات ووباء قاتل.